بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. عشر كان ميوى عشر كي أفرتن إكوات ودروس تفسير القرآن كوميدة ميك دحجر ني سورة آل عمران مين هدير ني آيد كنتم إسغالت وآيد سورة كوميدة. قال الله جل ذكره الله سبحانه وتعالى ميليا إن مثل عيسى شاكدان أو ناتجيك أن تكون قلت دون بأيضا أن تكون كفسر دون ما يحرير لين آيديه يكهرين آيديه يكهرين ما يلقوا هذا لايه مريم بنت عمران يا إله سبحانه وتعالى قام في سنكهبه سنسي نبي الله عيسى إيه نبي الله عيسى ولفضائل أي شرف أي قيمة أسلها يلاقو كهذا مركب والسي وذا نبي عيسى كهذا لو كي جي ولك سيد أحجرنا إلهي ماري إن مثل عيسى نبي الله عيسى تسالجي أو شأنه في الغرابة معنا حال ديس غريب نمد قابك أسلك أبو ريوس ذي غريب غريب ينأته مايل تو اتل كريك عند الله اله رودسنا انك مثل ان بنك تصالي كمثل ادم نبي الله ادم صالجي او كلي لي سيد نبي الله ادم عليه الصلاه والسلام يعني شانجي غريب هاي قاب كوسلي ابوري عيسى سداس او كلي خلق اله ابوريه عيسى خلق اله ابوريه ادم من تراب عريك ابوري تراب يلك ابوري نبي الله ادم خلق إلهي الصورة قالبه يكل كتابك معناه قاب يلك جيد قالب قابين معناه قاب كيسه كبه الله يدوب أهان ميل جلنتيس ميل هندو جي تصوير كاسا قالب ليره معناه قالبه إلهي الصورة مثلا مرن إنجنيير أو مركي أو سرتل دي سلفضو مصور جي يدا مصور أهان مراد دياريان مرنا ما يندياريا أنا يدا مصور لكن مجسم إيه جرله صارت النفطية بس ذي نسكر كراس إيميل الباب جي إيميل دريشي جي إيه يعني عاد ورساس أو كلا إيه لينك تلا قال ياك الصوبيان أن تلف دي سي مركا مشروع عمارة يل بس دون قاب كنا نحك بها دون تو نبي الله آدم إلهي مركوس الصورة مركا قاب كاس أو كلا كوالي لو بدي الصورة ميل دوجي ميل غنياجي يقاب كي سجرجي هك بادونا درشي موقالي تا سمركا خلق جي لانا ولا قابي هتلكي لي خلق قابي اولين كوري جي هاي اي دمل كو فهمي ثم قال له كن فيكون ولا رايد مركاس كو دمبه الهي ما اري كن فيكون هذه خلقه وابوال ابو ريرت لما تشاك ادم ادم انا ريرت هكون فيكون من نجد هذا المركا وابوال ابو ري بدما تشاك مركا خلقه ظهر مركم من فسر راسه خلقه بمعنى صوره وقالبه صوره قاب كيسك بها فدي الهي دياري ثم قال لما يري له لادم يا ادم كي من اري كن اهو ادم بشرا بني ادم اهو أو سيدي بني آدم هذا فذا موقال جي له درين جي له ديك شي له دعان شي له ديدت شي له
إلنتيس له سدي إنسان لك فضاي نغوي. ثم قال له إله من أري آدم كي كن أهو فيكون فيت فكان هذا مركز 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 خلقه بمعنى صوره وقالبه. أيضا علم ما يشجع أن سبب نزول أن شجع ما هو شاك فينا أن هشاك نهي سورة دم بلاو جمركي تفسير يه بلاواني أيضا سورة دم بدين جمر نهي أما سديتين إلى دور أيضا ب ما هو شاك فينا دو أنا أهل الكتاب قار أهم وفدي غير نجرا ورسولك صلى الله عليه وسلم أن كوي جرينا لحظن كقف هاين يا كشاك ويا سيرني مركا وفدي غير نجرا يا مركا آيد حدن كهذا لا هايت مركا رسولك للدودين أو دين تي أو أرد هذا معناه كريستان ك أما دين تي النصارى كل الدودين إني يعني إيو نبي عيسى عليه الصلاة والسلام أرمجي كل الدودين إيو وليك آمن سناين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن شيء عيسى وليسك آمن سنين يا مرنا محمد هذا ما لك تشتم صاحبنا لنكون ولن كان النبي محمد من عايت من أفلق هذه محمد عيسى أفلق هذه وهايت قال النبي إلهي مري وما أقول ما أنا روها عيسى ما يكون شيء هاي أفلق هذه قالوا ما رأنا تقول ما رأس إنه عيسى عبد الله إله الدنيا ورسوله رسول جيو ساسلت قنون ما يلم الفضانا إله النم إله أريشي ثالث ثلاثة يو ملك ويدين رأي عيسى هذين مركز بحق رأس هو صحن بداسة ما لتاه عبد الله إله الدنيا ورسوله أن لته يادنا أفلق هذا ما يسأل صوبه قال النبي إله ما رأي أجلها عبد الله إلهي الدنجي ورسوله رسول جي وكلمته كلمتي سو ألقاها إلى مريم معناه كلمتي كون فيكون وكذلك أنا سكو آمن سنو مركز ما يرانا أرسل براسة الدون أرد الله ليلة رسول ليلة تا لن كون أولان أرد الذي ولغا لن بني آدن أولان الذي أرد معناه وحيبا من يكلف إلهي نمين تدير سنسا سكو ميدتا فأنزل الله إلهي مركمه دجي يغيو لنجوابه إن مثل عيسى نبي الله عيسى تسالجي شأنه الغريب معنى شأنه غريب كإسم يا بنتين إني أنك لرضو أولان لرضا نأه كمثل آدم نبي الله آدم يلو تسالجي إن مثل عيسى عيسى تسالجي يوسف عند الله الله تسننك تسالجي كمثل آدم نبي الله آدم شأنه جيو حال يلتويهم في خلقه خلق جينا أنك حالة هذا معنى غريب أن هاي آدم خلق جينا كاسنا غريب أن إيه ما يولي آدم هدي عيسى من غير أب لا أبوري أو أهن لي فآدم أغرب منه آدم باب كل ياب ما يولي فإنه خلق آدم والأبوريه من غير أب وأم أو أهل بلا أبوري هذه سن ليا بنتين لنكو أهل با ليا بنتين أولان لي لن آدم لإراو جرى أو أهب الله عين لي مركن خلق إلهي السورة هو آدم كي قابي من تراب عريا كي قابي ثم قال الله ما يري له تراب كي يالا لهذا لي ميلين أريه كن أهو بشرا بني آدم أهو فيكون ريد فكان أهادي وكذلك عيسى عيسى نساسو مركي إلهي أرد هذا معناها إن إلا أبو رأى هذا سبك أبو رؤوس فضي ما إلا إرهي كن أهو بشرا بني آدم أهو من غير أب أو لان إه فكان أسون هذه ركيري مركا مركا ولا الياب أنتم يالان للي يوصلين جوابها أمر عيسى نبي الله عيسى أرنتيس أينيس أولان لا أبوري الحق هو هذا حق نبا هذه فلا تكون نبيهم أهاتي من الممترين من الشاكين فيها كشكيا يان إن عيسى أولان لا أبوري كشكيا يان أذنك من نغطوي مركا أنت أكلا مربضنا هذا النمير نهي ميلين جدي نبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلي يسلين تيريو هاي موجي
والخضاب لغيري اللي ده كل هذا لو غير يو نبغ غير يو ومت تي سهر رودي إيه هان هتر روجان جيك ونروج إيه هان وقدام بريد كان قيدون هان سال الله هذا لا يو نشكي ذين اللي ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم دين إلهي كدجي لم خشكي سمع هان أمر عيسى نبي الله عيسى أمر شيء الحق حقا هذه فلا تكون نبي الله من الممترين من الشاكين كو شكي في أمر عيسى نبي الله عيسى أرنتيس كو شكي أنكم مدنا قطي هذا فمن حاجك لنتي لكدودي فيه في الحق حقك دودي أما فيه في عيسى عيسى أرنتيس لنتي كدودي أو من النصارى تكون كريشتان كو مدنا من بعد ما جاءك ولدكين كويك ودنبنك الدودي أو من العلم علمه وقال بأمر عيسى رنتيس لو قال فقل النبي اللهم دكاس أدك الدودي ومن راسه تعالوا كويا وندعو أمويرانا أبناءنا أولادانا ومقلك أمويرانا وأبناءكم أولادين وكريتا أمويرانا ونساءنا بلانتانا أمويرانا قبروغانا أمويرانا ونساءكم بلانتين يقبلوغينا أمويرانا وأنفسنا نفسدانا أمويرانا وأنفسكم نفسدين أمويران إسن إيو المذيرتين أنتلغ قلمان كدام بريد ميسو بيان ثم نبتهل ميك إيد إنك حيل ديرادان تضرع خشوع أو في الدعاء ألا نتوغان نغو خشوع إيد إنك ديرادان يا ألا توغان ميسو بيان مركة توقدل لسو بيغماته فنجعل ولانا لعنة الله إلهي لعندس لعننا ما إلى رأي البعد عن رحمة الله إلهي نحرسيس الكدارة ظل رأي على الظالمين هان ظالمك على الكاذبين هان بين لو بين شجيالك إيه كرجل لعنة ولان ما رانا اللهم الله إلعن لعنة كريد الكاذب كي بين شجاياه في شأن عيسى نبي عيسى أرمجي دكان كبين تكو شجاي إله لعنة كريد إيران حبارت معنا marka ibtihaalka aayada maylinka say ayatul mubahala yelere aayadi oo macna habaartan yaa nabiga imi faraa nabiga intu dadaal markaa soo bidi intu idaa xaqee markaa iday dad kun kristaanka ah hoob wili ha teeginin oo warkaaba an weelana faqulna nabiga maraasa taalo ko ya dab nadcu un weelana abnaana uladaana oo magalke wa abnaakum uladin magalke ونساءنا قبلوغان ونساءكم قبلوغي وأنفسنا ونفتان أب وأنفسنا إسين نفتين إيه ولي مركاسي قرابدين إيه انت المادارتين إيه إنسوير لنو ونون شانانا إسين شانا قدام بميسو بيانا ثم نبتهل تضرعان إلى الله إلهي جي في الدعاء الدعاء ذلك تضرعان الله توقان ونقول إيه انك خشوعان وانا هبار تمان ميسو بيانا فنجعل ميوالان لعنة الله إلهي لعنديس على الكاذبين هم بنت الشجاو في أمر عيسى نبي عيسى أنتس كبن شجاو يا إلهي ولعندا كريد أرانا هباب وبنان كنا سكوينه هذا كان جواب تأي لسي هاي مركون قال ذي الله هاي مالك تشتم صاحبنا محمد هذا ما صاحب كان من أفل قديت عن عيد عن الله حق ولا عند هاي هبك ديدا سك دي نبي عليه الصلاة والسلام مركا عيدوها كدكتي يا من ويري وفديك هيرنا جرانا ويري مركا إلا وفديك مقالة ما دينو روغان ان ويري كواب وفديك هلين كويري ان كوين مركي ان كوين يا ماري هيم هابي سين ولا نسين شاقي بيني دينو اسن قادو وايتان ما يسو بيانا هي ابتهال بمبهلا اسحبارتن بل اسحباره لكن بين لو إني إلهي لعنة ذكر ذي الأسكاب عليه لذلك بين لو سوء بهلاك سمي تاسس سوء بيان غير نبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ما رأنا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك أرنتيتانا أردي إنه نكفر سنا فضانا حكشرنا أرنتون أتتني جديد كدم بين كين كويان لكن أو نهشجني سدلنا هجان جو هاي أرني عشرك بعشرة العمر بالله جو هشجني العاقب لنك لا راي يو الايهم لنك لا راي ابو حارثه ابن علقمه لنك لا راي سدحدا سهغان كهاين عاقب كمركمه عاقب كما هي عبد المسيح ولا رجري
كيديو انك رأي فايلة وسوت الذي انجيري مركا هذا محمد سليا والس هواري ليس والوالا والليري مركا سمري لقد عرفتم ضده كساسا نبوة نبي محمد إن نبي يؤدين وأنه شأني حال ما بهل قوم قوم الله بارت من نبي نبه إلا هلكوا هلك سماع فنكون نبه بله أدل الله بارت من أرنا ونباب أنا فوادع الرجل وانصرفوا ورلن كل هليا وأنا نقدا ودنك نقدا وير نجران كن نقدا ما حتى الله بارت من دو إتلام إيه عاقب الصدائر لن كل راي أضيشوا هاي فأتوا النبي إله يانكوين وقد خرج أسبوها باهي مركا نبغوا بهدير بروي حبارتنكي باهم باهي ومعه نبغ ميلي جري الحسن حسن والحسين حسين حسن حسين وأسؤبون إيه قبرتيس فاطمة بلي يهوذي رسولك صلى الله عليه وسلم وفاطمة فاطمة نفتي بهوذي وعلي ابن أبي طالب وأذي رشيد علي أوسها كريين هوذي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو أسردي تيس هوذي أسونها لجرى أي هوذي الحسن والحسين وفاطمة وعلي بن أبي طالب ها هو ذي سوق أمير رسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم نبي الله من رأي إذا دعوت هدي أنا حبر تما فأمنوا آمين را آمين را رب الأرض إلهي توبا أو حبر تما يسمى آمين را فأبو وياه فأبو ديدي نمركا نمتي وفدي يده ما ديو أرجان ما بقي أول بين إن دمنا إنه أولاديس كل جه هو ذي حبارتن كي ديارن إيه بأرجان فأبو ديد إن اللي كاري أي باهلو إن اللي حبارت ما مركا بس زوير إن اللي مكلا حبارت ما وصالحوه ميك اللي هلي هنا على الجزية الجبرة أما نقالوا يلقوا قاضوا السنة لقى ين بقي كل اللي هلي وعن ابن عباس عبد الله بن عباس من الكوري لو خرج الذين كوي هديها بهالله أي باهلونا وأنا بقي اللي حبارت ما يان لا رجع ونقد الله إن لا يجدون يقون هلانا مالا ولا أهلا إهل إمال ثان يبقون لكل ما معنا دنال الدنيا والب من سيد فن من باقي الله هذه ونبغى هجرب سلمنا هبار تمان يوير الله يعني لكن إزديرنا ثلاثة يوم في لها تمير إنه مكيل هبار تمانا والأول ولا إذا فضاسك يكله اللي يعني مركب يكله اللي يعني إنه جزيوس كديبان وفي رواية رواية كلامك السكن هذا هدي نبغى هبار تمان الله يعني لحترق وجبد الله يعني بمان تيو بابا الله هاي مركا تي مدينه حباركي كو باق دهنا يوان مصوبن واي فمن حاجك لنكي كدوديو نبي فيه في الحق حقكي كدوديو مو في شان عيسى عيسى شان جي كدوديو او من النصارى نصارى كوميد من بعد ما جاءك ولكن كوي كدنبن كدودي من العلم علمه وبامره ارموجينا اوغاداسا فقل النبي اللهم تتكاس أذك الدود يوم من راسه تعالوا كويده ندعو أمويران أبناءنا أولادنا أكريتي أمويران وأبناءكم أولادين ومجلك أمويران ونساءنا بلانتنا أمويران ونساءكم بلانتين وأنفسنا نفسدان وأنفسكم نفسدين ها أمويران فنجمعهم كل ميان ثم نبتهل ميك حال ديرادنا في الدعاء الدعاء هذا وإلهي توغان ونغط الله روعان يأيد أنك ديرادنا فنجعل ولانا مرك لعنة الله إلهي لعنديس على الكاذبين كو بنت الشيغيو في أمر عيسى نبي عيسى رنتسك بان شيغيو إله ابن الله ثالث ثلاثة لا إله نسي لعندك رضا إراني حالها نسبه إلى رسول صلى الله عليه وسلم إن هذا كان المذكور هتلا كنشاغي نبي عيسى يو مريم آديس يو أرمي هتلا كنشاغي لو سأل قصص الخبر ورو الحق ربعه وربعه أرد المبدن كجرنه والأو شك أن كجرنه مركا كان قبصي ونبي وكان ربته وما من إله إله مجرة وما إله واي معناه وما من إله إله مجرة إلا الله الله واحد كمعبود كحق لك عابد وما إله كلا جرب من الله وما من إله إله مجر حق لك عابد إلا الله ألوين ما هنا ولا إله إله ملك التلمة ماذا أرد والبعض اللي لك عابد الدنيا دي مركل الرواق لفظ كان إله إيه الله حق لك عابد ولا أركر لكن يضع لإضيفهم مركزة إذا إله العالمين إيه
إله الناس إيو يدو ساس ليرو لكن الله هدي لير ألوين ليلي مثلاً كلا من هذا إله هبلر لانك يعني لانك قال وها لي عبد يقولون ها إله أنا أتركه لكن لفظ الله هدي لير لا غير قول إله إنهاينا أوصل كتاب سيريا ونقضى ومجرد marka lafdigi ilaah haba ardayda sida iyo oo qaabkan ilaah uu soo qoriyay ma ubida bi haqqin wa bi ghayrihi nagade allah hadila rana allahi haqqalka aabuda ilayna wa ma min ilaahin ilaah haqqalka aabuda mujar illa allah allahi weenay maahina oo haqahay wa inna allah ilaahi lahu allah alaziz allahi ghalib oo fi mulkihi buqurtoyidis natee الذي والغالب هو سكنه وبنجرنه العزيز الذي غالب والحكيم فالصوب فإن تولوا هدي الجسدان عن الإيمان الرمايوك أردك الجسدان عيسى إنه إلهي أدون جي رسول جي إيه كجسدان ما فإن الله ألا عليم الذي أقال بدون بالمفسدين هم ولا فساد يوم مفسدين وهين إلهي كورقة بلكير حتن قوم يكذبون مفسدين وإلهنا كوار قبر قل ده نبي عمر سيا أهل الكتاب أهل الكتاب وتعالى وقيده قل يا قل ده نبي عمر سيا أهل الكتاب أهل الكتاب لما تحاجونا ما أن ضاد سنسدين بفي إبراهيم نبي إبراهيم من كضاد قال آية كبدي قل ده نبي عمر سيا أهل الكتاب أهل الكتاب تعالوا كويا إلى كلمة كلمة كويا كلمة سواء إن مستوين أمرها أرنتي جن أو نسيم بنين جن إيه لن يكون أنك هيلياس أنجرن كلمة نرى نسيم نون كويا بيننا وبينكم نسيم لتين بارد نسيم هي كلمة ميتا الا نعبد انه نعبدنا الا الله اللهم هنا ولا نشرك ان نشرك بالنبي بالله الا شيء نشرك ولا ولا يتخذ اموالنا بعضنا بركانا بعضا بركك اربابا ربيالا او من دون الله اله سكديس كما اتخذتم الاحبار وسديس علمدين ب ان كوالت اله يالا الله سكديس ام ربيالا وربانا اتخذوا احبارا ورهبانهم اربابا من دون الله يالا الماما فان تولوا هديوا جيس ذا مركا عن التوحيد توحيد كهديه كجسدا أديدا فقولوا إرا مسلمين توب سنتين لهم يومين رأسنا اشهدوا مرقاتنا كذا بأننا مسلمون موحدون كو إله وحدا ونحن أنا اسنسلني أجدا أني مرقاتني كهذا أيضا أيدي هرسي دبهاي تبا أيدي هر مركز صدق الشرح ذا عيسى أرموجي هذا الشرح ما رأسه لرين نبي قل ده نبي ويا أهل الكتاب أهل الكتاب ويهودي النصارى هو بيتين تعالوا كوا بسيدين إلى كلمة كلمة كوا كلمة سو سواء أو جن أو نطب بيننا وبينكم نطب لين دحي تجين كأنا كسم من لا تني يالا إن كوا كلمة مات هي كلمة الله نعبد الله إله ما هنا والكل إن عابد أن لا نعبد إلا الله الله ما هنا والكل إن عابد ولا نشرك إن وذا جنبه بالله الله شيء إن وذا جنان لا عابد ولا يتخذ أموالنا بعضنا بركانا بعضا بركك الأرباب من دون الله ربي على إله سكوت سأنك والنا تنا أن الله نقول ما سأن سمنا لن يكون أنك هيل يا سأن جرنا ورتن إن سكوينا إلا ولا نسم قراسنا رده نبي عيسى إلهه يو نبي عيسى إله إريجي يو ولا أنسن كمش كل سنتين هكوبها كل مدن إن سكوينه ده نبي عليه الصلاة والسلام سنة كي لحد أو هجري ديس كمدة ما يقرأ ورقة ظفر بضمة ما يقرأ هم بقرض إيو ما ذحدي الدنيا بركاسي كتلياسي ما ذحدي الدنيا كتلياسي ورقة ظفر قرب قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا دنا وقت جالس دولته كوين لما دولته ده هاي دولته روم يا لرجالي دولته نفاريس لرجالي مقرضة كل جو ورقة عند النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم غلبت الروم مركي لا إليه والدولت بينا هاتي وغلبت مركي لي أنا فعل كاسي مبني للمجهول كأندسن يعني تدكي رومتك وغالب نجدي فارسيين تها إن دولت فرص يا هاتي مركي لما دس أول ذا الدنيا دك جري جرين نبي عليه الصلاة والسلام بقرك أو رومان كأنتلي جري وقت جاس هرقل الأري جري هرقل ورقد أنقري ورقد دماء مرسي هي لما رتي عدين بصرة لراي ودن كاسي بصرة لراي سونو كتالي هاي يعني إنك دري أو مملكة ده سي رومان كهوس جلاي كيا ورقد يجود بياي مين سي جود بياي هي بقرك أو رومان ك يعني سي جود بياي مين اللي إنك دي بيك دحي إن خليفة لأن رأوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كمدة دحي ورقدي جيسي عظيم بصرة يجيسي عظيم بصرة ورقدي جد بي مين جد بي ملك الروم أو هرقل اللي رأوا ملك الروم ورقدي هاي سدي ديرتي ملك قرن عتيه ورقد مركا من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم أو هرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين مركز كدام بقى يدونك قرنة يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مركز أيضا ما هيتاي أيدي بقرة مركوس معنا عام مكتبة الملوك يلا سنة كي بقرة ورقضاء لينقرايا يلا سنة كي ليها في جريدة رسولك صلى الله عليه وسلم مرك بقرة يس ورقضاء قري هرق لكم متهاي هرق له ورقضاء لينقرينا أيدونا أرضي معناها كنا حصنا أيتي مرك أهل كتابك مرك هذا لهذا لاس كريستان كيو معناها أيدها هذا كله هذا لاس وبما أذقوا معاندي وحبار سنتي إن هذا وجه هذا الفضاو أيدونا لكم متهاي يعني وارك هرق له عظيم الروم نعم رومان كذا دولت تاريخ غاي لكن تالي أي وقت جاس قلنا النبي أمة رسي أهل الكتاب أيضا تنبه ذا درر تمرك يانا يا أهل الكتاب كبلا وضاسر يانا ما إلها إتيه سبب من نزول الله إتي وفديك يناتش يعني وفديك غير نجران هاي يا ما يقال إن مقالة المدينة مركي الله حجلان ما يلقوا من يهودي مقالة المدينة دجنايتي يو أي يهودي ولا وإسق قبس دم ما إسق قبس دم أنا أرنت النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثلا قلدهم كريستان كأها وفد نجران هاين يا ما يشجعنا إني نبغى سهاي نصرانيا لان نصارى إني سهاي وهم يون على ديني دين تسك سوين وفد نج يا سازره وأول الناس به دكتور كحقنا بدن إنيه كأبتر سدانا إنيه يينا نصارى هو بين ما دام أوس إبراهيم نصارى هاي ونسينكم مدن عليه يهودي نصداس أو كلاهن فقال صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مريهين كلا الفريقين لما ذكر حد بريء من إبراهيم ودينه نبي الله إبراهيم الدين يبرقين شغل مكله يهود النصارى ثان بلكان إبراهيم ما هي حنيفا دين كسباد إلى كوكيلو نو مسلما مسلما وهاي ما يهودي نصراني طار معين مركز سدوس أري يهودي إن صار دي جواب توسسي يا يهودي ما أرتيه محمد أو أدم فداسة إلا أن أتخذك ربا ربك هو والد نو فداسة صدى نصارى دب عيسى ربك والد ذن إسلوينك يجرت نصارى دي نما رنا محمد أو أدم فداسة إلا أن نقول فيك كما قال اليهود في عزير عزير لأنك لا رأي يهود سدية أم بومبون إذا أكل إنك أم بومبون نوفا داسة عزير ميرن عزير من الله عزير إلهي أنك شيء ميرن يهود مر كارت يدينا أنا محمد ابن الله كأر نوفا داسة ميرن دان كلم لي مر كلمة قول مر كود دوجو انتر روغيا ميلة رأيين قل ده نبي أمي رسي أهل الكتاب أهل الكتاب لما تحاجون من ضوضا سنسن في إبراهيم نبي الله إبراهيم ما أنك ضوضا أرنتيس أنو الدين تانا أردي هاي سيدي يهودي هاي أنو الدين تانا هاي سيدي نصارى هاي كريستان هاي ما ها سنجلي ميسا سنقلتا والحال حال ما أنزلت التوراة التوراة إسن هاي ستنهو بيهودتين
والإنجيل إنجيل يهذول لهندجين إلا من بعد بعد إبراهيم النبي إبراهيم بعد شيء ليه لهندجي بالزمن طويل الزمن ده ما بنوعه ما يدور ده زي توراة إنجيل ما لهندجي زمن ده قدام به نبي إبراهيم مركوس تابي معناه نبكي نبي الله إبراهيم إن بموسى ما عنده حيكون سنة نبي الله إبراهيم إن بعيسى نبي الله موسى إن نبي الله عيسى أنا ما عنده حياي لما يكون سنة مركون ميلو لما يكون سنة أنت أكون سنة ويران سدح كون سنة بس الله يتلي لي هما إن ضاد إنسان إبراهيم ما بسقور غبتان الله سدح كون سنة مثلا موسى لو موسى سلطيو كون سنة كجرتي ليري عيسى ورجعي بسقور عيسى موسى سلطيو بل لما يكون سنة كجرتي ليري مرك عيسى هاب لينفيري نبي إبراهيم سد كون سنة لطيو كجرت موسى هاب نبي إبراهيم لينفيري كون سنة لطيو كجرت ما يدور ده سينجري ولا سن كوار قبطان بما إبراهيم سن سكشان بميهدين توراة سن هاي ستان نبي إبراهيم بعد جي كون سنة أولاد دجي إنجيل كون سن هتشي على هاي تان نبي إبراهيم بعد جي سد كون سنة لهاد دجي هريد أما كده ده سام معناه ده اسمه قل نبي عمر يا أهل الكتاب أهل الكتاب ولما تحاجون من دوداسن في إبراهيم نبي إبراهيم أرنتيس من كدودان بزعمكم أنه على دينكم إسم قشة غسان ينسو دين تيسك سوي والحال حال ما أنزلت التوراة التوراة لله هند الدين والإنجيل إنجيل لله هند الدين إلا من بعده بعد إبراهيم نبي إبراهيم بعد شيء ما هنا بالزمن طويل زمن دار مركو أرد هذا معناه يقول له دجي لا يهودي النصراني ولا عرب مركز لا بالله وذا ما يصير داري أفلا تعقلون اسم مكساسنا بطلان قولكم هذا الكين إني أرد باطل يا والبون كجرن ما مكساسنا ما يصير داري ها أنتم ها برارجا أنتم اسم هؤلاء يا هؤلاء كوانو حاججتم فيما لكم به علم حاجتكم دودو كرتان فيما لكم به علم والاسم علم التي يك دودو كرتان او من امر عيسى وموسى حاجتكم يعني لكم ان تحاجوا قالوا فعلك ماضي لك عبري لكن هذا الكهف كوس دغيه معناه جميع لكم ان تحاجوا ما حق التي انسن كدودان فيما لكم به علم والاسم علم التي من امر موسى وعيسى نبي موسى نبي عيسى ارموجو كدودو كرتان ما هو عليه هديرتن كتردي وحاستن لكن سؤال متى فلما تحاجون ما أنك ضدهم فيما ليس لكم به علم ولسن علم جواب الله أو نبي إبراهيم أرموجي ما بس معناه أنك ورغم ما أنك ضدهم والله ولا يعلم أجيه وأشأنه نشأن إبراهيم وسوق وأنتم سن لا تعلمون مؤجيرين معناه شأن إبراهيم والمؤجيرين وان إلهي مركب ما يسقبر ويرو نبي إبراهيم يمري ما كان إبراهيم إبراهيم أن يهوديا سديسين شد يهودي مه ولا نصرانيا كريستان مه ولكن كان مها إبراهيم حنيفا كبر الدين مها بادر كي كبر ما إلى الدين القيم الدين توصل هم برا هاي مسلما موحدا كإله وحدا يا أش ليس لعبد أول أن وذا جينا هاي وما كان ما أهان إبراهيم مشركاً كيول وذاجيا من المشركين مشركين دكم مدى وأنتم اسم لستم كذلك أساس ميهيدين سأنك قرص معنا إسان أساس ميهيدين إسان مشركين يأتيهم مركا مش هذا ذكرتان عزير بن الله إيه عيسى بن الله إيه عيسى إله أنتك مشكور سن موحدين ميهيدين نبقى سينة شغل بمسكليهيدين لهم موحد وهم مسلم وهو دين بادر رب كبرنا الدين تاصلنا الدين إسلام إيه كتاصلنا هاي ما بشاغ ذكرتان وما كان من المشركين وأنتم يسين من المشركين ويأتيهم مركة ذلك ها أنتم ها انتبهوا برارغا أنتم يسين هؤلاء يا هؤلاء كوانا وأهل الكتاب حاججتم دو ذكرتان فيما لكم به علم وليسن علم اللي تنك دو ذكرتان أرماء أو موسى عيسى أرمى نعس ما دام إسم دينتي وكسوني إسم شاغو ده هاي تان يعني كدو ذكرتان لكن سؤال ما تا
فلما تحاجون ما ان دودا فيما ليس لكم به علم وليس علمي قال ان لا هناك نبي ابراهيم ارموجي ما ان دودا والله الا يعلم وجه شانه شان ابراهيم ابراهيم شان جي اوجي وانتم سن لا تعلمون موجيدين وقال الله تعالى اليه ميري تبرئه لابراهيم نبي ابراهيم سوغو برويلو اليه ميري ما كان ما ان ابراهيم ابراهيم يهوديا لن يهودي امان ولا نصرانيا لن كريستيان امان ولكن كان ميل هذا ابراهيم حنيفا كدين كستبادل كبر الدين توتوسن امبر مسلما موحدا الهي وحدا والولود جيانا وما كان ما ان مشركا كالهي والولود جيو من المشركين هان الهي والولود جيو يعني الضومنجي والكلا انك الشرك ولا مكمد هاي ابراهيم ان اولى الناس بابراهيم إن أول الناس دتك هانك مذنام بدن بإبراهيم نبي الله إبراهيم هانك مذنام بدن أو كحقنم بدن للذين هاني اتبعوا رينه إبراهيم أو في زماني زمان إبراهيم نبي إبراهيم زمن جي كنو رأيين وهذا كون كي النبي نبغ أو محمد صلى الله عليه وسلم لموافقتي له في أكثر شرعه شرعي بدن جي كوافقه لن شاق ذكر رب سك جرالي والذين هانوا آمنوا رمائنا بمحمد صلى الله عليه وسلم رمائنا من أمتي ومدسه فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دين هان هبان إني أران النبي إبراهيم دين يكو سبونا إرى قرآن هان النبي إبراهيم رهانا الزمن جيك نولاين إن أبو محمد إي أصحاب تيس ومدس هان موجي ما يقولك لا اسم شاكد أسمي ما إلا نبي عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بالله والله إلهي ولي المؤمنين مؤمنين اللي ينقرقار أو قلش أو إلالي أو إن أولى الناس دادكها أنك مدنان بضنا أنك حقن بضن بإبراهيم بإبراهيم النبي إبراهيم إن اللي الشاقد لك أبترس أبو الدين تسلك فانتما أبو دين تسك الصغو نلا رحا أنك مدنان بضن للذين هانيو اتبعوا رهانو هو إبراهيم رهان في زماني زمني وهذا كم كان نبي نبغى نبي محمد اللي جاي صلى الله عليه وسلم والذين كوي امنوا رمانو نبي محمد رمانو من امتي ومديسكم ده ها نسل نبي ابراهيم شيخ ذكر معنا والله الى ولي المؤمنين مؤمنين تناصر جو اللي غرغاروا ود الضائفه جماعيه مجلاتي او من اهل الكتاب اهل كتابكم ده لو يضلونكم انسين دميان وما يضلون من دميان إلا أنفسهم نفس ديومائنا وما يشعر أنتم وما يشعرون ما نؤوغ بذلك أن تأسي مؤوغ أنا قوح أهل كتابك أي يهودية من إسك دين أصحاب تقاركم من دينيو أسكسوا سرد نبادية يا نو سدا سيارة ديك صوبيا أرتطو هابادة كشكي دبالت دائما آيدو نينك كويت دونان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تطبيع ملتهم إليه يهودي نصارى من رالما كونك دانو إلى دين ديو كرات مركز مركز بسرعة أو حقيقة بعض الكأوجر قرآن على الكتاب مركز بميك دجا على معنا كتب دي تيو تحريفين يو شركيات يو كل أحجران إني لك الرهية مركز به كدجا القرآن ما ينشجاي هي لغة ما ينشجاي هي هذا أو يعني هي هذا سمع فلا أنا إيران هي هذا كمده يا لان شغاله دي حكومه دي ايام ورسانه ري خطبه كداسي مساجد جماعه كداسي ها خدي بنت وقت ما قران وقت هبل دعاءه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ارها يا ما ها هو الارا خطبتي والارا بس اركي اسبوع دم بلانكي ميري سمينار اللي نقوله ده تخدير أنت إيه؟ سمينار كله بذياري حليق ميلك يدي هي خطبوينك أم الصلاة دي خطبة دي أرد ده سو خديبكم بولان كي ما وقتي ده سدد ألف ده وقتها ركوي فده وكال والبعثة ها أو سب كي أن ولا لين دياري والسبوس أن ولا دياري مرجع مره مي ديده خطبه بدل انت لا اروري مالنتي باسلين كدوه لما مثلا يلا
صدّن دولار ولا تلواتي شنال لتو كونتون لتو لكن ما هديك سيدي صدّن كي كونتون كي ولا باتي شنتي أو تومون كي أو سمبوس كي هديك سيدي ما يصير تقال إما إنيش لان هكذا في خطبة البهولي سهاي لان هكذا في إما هكذا في إسلامي كود دراسة الرهور كبير كساتو تانا يكوفك ناي هو لساسة هكذا يا وجدتي يوم مات مركا إني لان كان هذا مدة أو كستير وسقادة ويني شكل بيجي كوين هذا لقب صد مركا ده من مركا هو لسنا قت أنت سمعنا رجع إلى مركا دين هان يمكن الحرب يعني فكر هان يمكن الحرب يعني موجي مركا هر ملك يرى هذا سن ولا أو بنعيال ملك يرى مركا دياس ميل بدنا كدياس قابم نوع عسي إني ننس قال هذا كدياس مركا والكبرى سنادو تن الى اله مركا ود الطائفه جماعه من جيلتي ومن اهل الكتاب لا يضلونكم ان سن دميا وما يضلون ما دميا يعني الا انفسهم نفسد يولى دميا مركا ددكم حتى عايد سيجار انت انت ما اسمها يعني الا لمعاذ بن الجبل معاذ بن جبل يا حذيفه بن اليمان ركل اصحاب الرسول هو يم اسديني ني نغانو باديا يعني مركا هدا اين ثريا من يد المتناول يا لما أعطيت قلنت كور أن تيجي هدقوها قبض كور ما يدك كاس هدقها يعني نبي مرة أصحابي كان نجوم هدقها اللي توي إيمان شو يد تسرعه مركا مرة إلهي وما يدلونا مطلوب يكرن إلا أنفسهم نفسد يوم عين يقول لأن الدب هكو ديره يوكل نجد ده اللي كويده أما دت كاس ما دت إيمان جو سقونه يو بعد يكرن ما هو دت إيمان جو سقون وما يشعرون موجو بذلك أن تاسين موجيا على الكتاب أهل كتابه لما تكفرون اسمك كفر يا سم بايه الله اله ايدوجي قرانك لغوده او المشتمل قرانك اكوب على نعت محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد تلمامودي شاغي اسمك كفر يا سم غريدا وانتم الحال حال تشهدون غراسنو انه نبي محمد صلى الله عليه وسلم حق نسيه الدين تشهدون بمعنى تعلمون يا اهل الكتاب اهل الكتاب لما تلبسون من قصاصا الحق حق بالباطل من قصاصا ما حق الباطل نسك قصاصا ما يسين داري وهو تكتمون الحق حقا قرياسا نبي يتل ما موجي وأنتم سنكو تعلمون أب أنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم حق سقوه سنكو ما انتا سيشدين صوب دروا وقال الطائفة الجماعية ميتري ومن أهل الكتاب أهل كتابك كميدة يهودية برشو بركو كرمان أرانا آمنوا رمايا بالذي قرآن كي رمايا أو أنزل له دجي على الذين كوي له دجي آمنوا رمايا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رمايا قرآن كان أو نبي محمد له دجي أدد كي يسرهين رمايا سنين قرآن كاسي رمايا برشو بركو كرمان أرانا وجه النهار أول النهار ما أنت أول جلنهر وقفروا هتنك كفر يا به قرآنك يعني كقرآن كرماي معنى جميتا الله واحد ماذي سرماي نبي محمد رسول ماذي سرماي إيه والكسبة أركانتي إيمانك أركانتي إسلامك أنتم كميدة وقفروا كفر يا به بالقرآن كفر يا آخرة وآخر النهار ما أنت آخر يعني ككفر يا لعلهم حقيقيين المؤمنين يرجعون نقدا عن دينهم دينتيو صوت ما رانا ما رجع هؤلاء هم من نجن أهل الكتاب كي عنه إسلام كي جي من نجن بعد الدخول فيه مركيو قلان قدامه وهم يروح على أول علم دد علم الليين إلا لعلم واشد ولا نجن بدلانا وبعد اللي مديس يوقع ذين سأرانا غير سؤال ما هذا تكشك الجلي ما أنت لما قل لي ما قلم هو قلم دم بلي ما اسكوسا ما راسنا انه روماني نبي محمد اصحابتي سنه قرانكم روماني بس توسني هنوني بشاره السلام ما شاء الله اهل الكتاب كدتي او كتب دي ورلك دجي علم لا يا دين تانا قاعده سنشين صدا سساس لين كدر رد عصر بول تكدو بمخرب بل تكدو حنا دا ما راسنا انه ولا غي كنغني ولا غي ولا صح ما هين قفني را سيسي شكن غير مركون دتكم حتى نو ميلو كدح هلو كريو لينا دد ايرو ورنا دتكم كنا دفتنا دد اهل العلم وا اهل الكتاب ولا انا دل ميلوم اموال كجر بل فير سناي انا شكل كلي وغيرا حديث فول هم كبير وايتان شكل كلي انا ولا غالد كدغ ما سو كم دت لان كبدنا حتى دتكم والله تربيه و دو غالد جر شرد ما لان كوسي بقول كي بقول اني سكر معناه غالو اني كرمه
لكن ما يمكن كل ضاضي كل مدة قاله وسؤال من سين هان ما ليه قرآن هان البحنم ما هان خرمر ما هان إسلام كم كلمات وكلمات الكفر إيه أمبشيلة وحرام وسبنا يسدد سيرين جديدة باسم الحرية الشخصية حرية شخصية دي ولا كل ضاضي أفكاره وسكعبة يسنتها أفكاره كفر وانحراف إن أي كي كل ضاضي تشكيك ولا مركا شكي جرينت آمن وجه النهار واغفر وآخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إن رميتن أي تائن لسي أحد قف مثل ما أوتيتم وليس لسنسي أو كان إني أحد لسي إن رميتن إلا لمن قف ما هنا تبع رهي دينكم دينتين لن دينك رهما ولا اسم لسنسي أو دين إلا لسي بإني جرم ما بقول رميتن دوغس مرمو هذا جو عامد أو أساس لي معنا ولا تؤمنوا أي تصدقوا إن رميتن بقول رميتن أي تأبت أي تأنت لس إني لس أحد قف مثل ما أوتيتم لسنسي أكل من الكتاب كتاب إيه والحكمة حكمة والفضائل إيه إني قف لسي جرى إن رميتن إن قرتن إلا من قف لأن كراء وطبيعة دينكم دينتين راي لأنك دينتين راي هجرادد يو فضلك يو حكمته أو سنسي زي أو كلا لها بسين أرى عادي واحد لكن تتكلم إسلام عنه قرآن أو وندين تان سأتا رسالة أنا آخر الرسالات والنبي أنا أفضل الأنبياء يقرأوا ورجعوا قلة ولا تؤمنوا إن ثم يتم معناها أي حاجوكم هتنا بدو إن السينكو غالب نقدانا مؤمنين عند ربكم ربك أكتس يوم القيامة ما أنت قيامي السينكو غالب نقدانا يدن إن هم يتم معناها أنت ميل قيام مركن النسكوي إن الدين تيو صح كهايتي بعض الك يسين يوذن دين الإسلام صح كهايتي وأن المسلمين غالب نقدوا القرآن دونا عشر نوع أس المسلمين تنتسين كأغريان هي إن أرتن إلا لمن تبع دينكم لانك الدين تيرها أو الدين تتيدين بترسين كقبضة كاسنسين كغالب نقدوا القرآن لكن لان دين الإسلام هاي سوا مرنوك الرما يستن أو صدقت إن أرتن إني دين تسهاي سيد الدين تين كرونت إني هو بقيامل السادة للضوضة حجدة كهلكر مايا مسكن تين مرنايا قلنا ولا تؤمنوا ولا تصدقوا أن رميتين أي تائني لسيي أحد قف مثل ما يؤكل لسي أوتيتم لسنسيي من الحكمة إيو والفضائل إيو والكتاب مرنا رميستين إلا لمن قفل رمى تبع رهي دينكم دين ولا تؤمنوا رميتين أي حاجوكم إني سينكو حجب بضيايا مؤمنين يوم القيامة عند ربكم ربكين التيس قل دا نبي وميراسة إن الهدى هنونك هدى الله إلهي هنونجيو قل دا نبي وميراسة إن الفضل فضلك بيد الله إلهي قلنتيسة كجارة يؤتي ألسي هي فضلك ميسيي من أحد كيف فضلسيه من أحد كيف يشاء سفضة والله إلهي واسع عليه واسع وفضله فضلجي والله الله واسع عليه واسع وفضله فضلجي عليم هدنا أقال بذناء بمن هو أهل لكن أهل فضلك أسكن مدونة كسه يختص إلهي قارو إلهي برحمته نحريسيس من قف كيك قارو إلهي يشاء سدام لقل لك سفضة ينحريسيس كقارو إلهي سيه والله الله ذو الفضل العظيم الله فضله صاحبه عشرك أفرتي كوات يا آخر كان أي والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.